الله يقويك يا سليمان، ما شاء الله عليك. من وين جايب كل هالقوة؟ كل هالقوة لأنه أمي رضعتني من حليبة لحتى صار عمري 4 سنين. حليب الأم غير يا ناجي. لازم تشكر ربك على هالأم اللي عندك. يخلي لي إياك يا أمي. ها؟ ها؟ شو عنا ضيوف؟ فوت وشوف بعيونك. يا حبيبتي، حبيبة قلبي. أمي، 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 نورتينا أمي. ابني يا روحي. بابا، بتعرف إن ستي ما بتقدر توقف على رجليها وتمشي؟ الخالة صديقة ما كان بدها تجي لعندك، مو حابة تكون تقيلة عليك. أمي، ليش ما خبرتيني؟ معقولة هالحكي؟ ليش هيك يا أمي؟ يا روح أمك اللي فيك مكفيك، مو ناقصك كمان تتحمل مسؤوليتي وكون عبء عليك. مين غيرك رباني وتعذب؟ هلأ إجا دوري لأهتم فيكي. ما بدي منك غير تقرأ القرآن وتدعي لي يا ابني. أمي حبيبتي، الدكتورة قالت إنه رح تلاقي صعوبة بالمشي. الخالة بتعاني من مشاكل صحية، لهيك ما لازم تضل لحالها. شو ذنبنا نحن إذا مرضانة؟ قلت لها ما بدي إجي وتقل عليكم، بس ما ردت علي. عن إذنكم بدي روح. لسه ما قعدت يا أختي، ما لحقنا نشوفك. أنا أنسة بدرس بالضيعة وعندي كتير التزامات، لازم روح قبل ما أتأخر. إن شاء الله بزوركم مرة تانية. يا خالتي لا تزعلي مني. بنتي خليني ارجع معك على الضيعة. صدقيني يا خالتي هلأ هون أحسن لك. وانتي بهاي الحالة ما بصير تضلي لحالك. ما شاء الله عندك ابن أسد. عن إذنكم. الله معك بنتي. عذبناكي. لا تحكي هيك. يا أنسة، حابب تشكرك، الله يسلم إيديكي. دير بالك عليها واهتم فيها، لازم تعرف قيمة أمك. ولا يهمك، هي بعيوني. عن إذنك. بالسلامة، الله معك. يلا بنتي، عندك وظايف على غرفتك. ستي الحلوة؟ يا بنتي، شو أخبارك؟ كنت منيحة. قومي، يلا على غرفتك. بسرعة. بدون مع ستي. يلا. أمي. بلا حكي فاضي. بتمنى منك تسامحيني يا أمي. شو هالحكي؟ ليش انت شو عملت لسامحك؟ انت اللي لازم تسامحني. ما بكفي اجيت فجأة وخربطت لك حياتك؟ ما بدي يكون عبء عليك وتتلبكوا فيني انت وعيلتك. قلت لها للأنسة، قلت لها ما بدي روح، ما سمحت مني. اذا انت ما اجيتي مين بده يجي؟ البيت بيتك. سيلين، يلا جهزي غرفة الاولاد لامي وشغلي الدفاية. من اليوم ورايح صارت هاي غرفة أمي. يلا، ليش واقفة؟ تحركي. البيت بيتك، انبسط بجيتك. تعرفي ضلت ستك ترضعني لصار عمري 4 سنين. اخ يا امي، اخ. يلا بنتي رح تنامي بغرفة القعدة.
البنت رح تنام اليوم عند ستها. لو سمحتي امي. مستحيل بنتي، بلاها هالفوضى. امي قلت لك لا. يلا بنتي يلا بسرعة. خليني عند ستي. لا بقى تنقي يلا. حبيبتي إذا بدك أي شيء بس ناديلي. يا سليمان خدني عالضيعة. لا تعقدي الأمور أمي ولا تفكري بشي. ريحي حالك ولا تزعلي. يلا بقى ناموا. خير شو في؟ وعم تسأل شو في؟ أنا ما فيني أتحمل عبء أمك وأم فيها كمان. سيلين شو هذا اللي عم تحكي؟ يا صديقة أي أمي وهي بمقام أمي. ليش أجيت لهون؟ أمي ما خلتني نام جنب ستي. أمي عندها سبب لهيك ما خلتك. بس أكيد ماما ما بتعرف كل شي. حاجة حكي خلينا ننام بقى. سيلين ماني مجبورة فيها. شو مفكرة أمي بنت صغيرة؟ حطها بدار العجزة. أنت شو عم تحكي؟ ليش بدي حطها بدار العجزة وأنا موجود؟ مثل ما كنت تاركها بالضيعة فيك تتركها هون. هالمكانين مختلفين عن بعض، بالضيعة شي وبدار العجزة شي. من هاللحظة نحن اللي بدنا نهتم بأمي. أنا ما دخلني أبداً. كيف يعني ما دخلك؟ هي أمك وفيك ترجعها عالضيعة إذا بدك. ليكي صبري شوي. أنا بعرف القصة مو سهلة، تحملي كرمالي لو سمحتي. صباح الخير ستي الحلوة. صباح النور بنتي حبيبة قلبي. مبارح شفتك بمنامي يا ستي وانتي كنتي عم ترضعيني. كنتي عم ترضعيني مثل ما رضعتي بابا. أنا ما كنت أفطم أبوكي لوقت ما صار عمره 4 سنين، ولهيك أبوكي قوي وصحته منيحة. شكلي رح أتأخر. فايت أمي؟ شو بيعرفني؟ رايح جيبة مشان نفطر كلنا سوا. أمي نسيت ما كتبت وظايفي. اللي لا لا أنسى بسبب زيارة ستك صار هيك. بلكي عصبت. يا الله إمتى رح نخلص من هالختيارة بقى؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.